افتتحت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مشروع الطاقة الشمسية في شريهات الموجب التابعة لمحمية الموجب، ويوفر المشروع الصديق للبيئة ما قدرته 8 كيلووات من الطاقة الكهربائية من احتياجات المحمية في منطقة البحر الميت، ويساهم في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو. مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد أكد خلال افتتاحه المشروع اهتمام الجمعية بإيجاد الفرص لإدخال المصادر البديلة للطاقة إلى المنشآت والمحميات التابعة لها، التزاما بتحقيق واجباتها تجاه المجتمع في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. محمية الموجب هي من المحميات المميزة في الأردن، وهي من أجمل المواقع اللي ممكن أن تتطور بطريقة ملائمة مع الطبيعة، تصبح يعني مركز رئيسي للزيارة أو للزوار في الأردن. وهذا النظام اللي وضعناه قدمناه لجمعية حماية الطبيعة، والمشروع الشاليات اللي عاملينه هو نظام توليد الطاقة من الشمس، والقصد منه برضه مراعاة الطبيعة في استعمالاتنا للطاقة.